لا يلبث مقاتلو الجيش الحر في ريف اللاذقية أن يخرجوا من معركة إلا ويبدأون الاستعداد والتأهب لمعركة أخرى، لا يعلمون توقيتها ولا مكانها، وأثناء ذلك يختبرون قدراتهم بمعركة صغيرة هنا أو هناك، ويستخدمون قذائف الهاون في الحد من تحركات عناصر النظام في المراصد التي تنتشر في المنطقة، وأهمها المرصد 45. يا خوخ يا خوخ يا مصطفى يا مصطفى يا خوخ تسلم وانا جيت قبلك هبعت لك هدية بإذن الله. تم تحقيق إصابات دقيقة وموجعة بالنظام، حتى سمعنا إنه النظام عم يتأذى كثير عن طريق قذائف الهاون، ونحن إن شاء الله دوم مستمرين بهالمعركة. المعركة عندنا بتصير، نحن قاعدين هون مرابطين، رباطنا يومي 24 ساعة 24 ساعة، اي تحرك اي شيء للنظام عم نقصفه عن طريق قذائف الهاون. سيطر الجيش الحر على المرصد فترة وجيزة لتعود قوات النظام وتستحوذ عليه مجددا بعد خسائر كبيرة في صفوف الطرفين. استعان بميليشيات شيعية عراقية لبنانية وانسحبنا منه، وان شاء الله باذن الله رح نرجع ناخذ البرج. كلفنا شهداء كثير، ومن اهمهم ابو احمد المغربي قائد حركه شام الاسلام، وابو رشاد قائد كتيبه المصطفى، واهم رجل كان بالعمليه ابو علي هاون، كان مغطى المنطقه باكملها بالهاونات ما شاء الله. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الثوار ينتشرون في المحيط مستهدفين السيطرة مرة أخرى على المرصد. برد بلا بشي. الله أكبر، لن نتراجع، إن شاء الله دائمين هنا، إن شاء الله.